أخبار اليوم. أتشرف بمشاركتي اليوم في فعاليات ملتقى سوق المال لاحتفال بمرور 20 عام على تأسيس الجمعية المصرية للأوراق المالية وتكريم دورها المحوري كأول جمعية مهنية غير حكومية لا تهدف إلى تحقيق الربح في مجال الأوراق المالية وسوق المال في مصر للعمل على تكوين وتطوير وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار والعمل على تطوير أداء صندوق حماية المستثمر والمساهمة الفعالة في رفع كفاءة المستوى الفني والمهني للعاملين في الأوراق المالية من خلال برنامج تدريب بواسطة معهد الأوراق المالية والاستثمار المعتمد ومساهمتها في إدخال العديد من التعديلات على المشروعات والقوانين المختلفة المنظمة لسوق المال، وهذا بالإضافة إلى دورها الحيوي في مجال إرساء المعايير والضوابط اللازمة للحفاظ على مستوى المتميز للمهنة عبر لجانها المتنوعة ونشاطها المستدامة مع المؤسسات المحلية والعالمية. إنه الوقت الأنسب ليلعب القطاع المالي الغير مصرفي دوراً أكثر فاعلية في عملية تمويل المشروعات بدلاً من الاعتماد الأساسي على البنوك، لذلك تعمل الحكومة على التغلب على المشكلات التي تواجه السوق والمتمثلة في انخفاض قيم وأحجام التداول وارتفاع المصاريف الإدارية على شركات الأوراق المالية وقلة الطروحات والقيد وضرورة إقرار عدة إجراءات جديدة لتنشيط سوق الأوراق المالية وزيادة منحنى العائد. في إطار جذب وتشجيع المستثمرين على زيادة التوجه نحو الانضمام لسوق البورصة المصرية باعتبارها من أحد أهم أدوات التمويلية لتعظيم استثماراتهم بالسوق المصرية، يتم العمل على جذب الاستثمار الغير مباشر، وإحنا حالياً شغالين على برنامج طروحات الذي يهدف إلى جذب رأس المال عن طريق طرح جزئي للشركات المملوكة للدولة والمساعدة في تطوير البورصة المصرية وتحسين الحوكمة والشفافية في الشركات المملوكة للدولة ومشاركة الجمهور في نمو هذه الشركات من خلال الاكتتاب في الطروحات والمشاركة في امتلاك أسهم الشركات من خلال هذا البرنامج اللي هو هنحطه في إطار مدة 3 لـ5 سنوات إن شاء الله.